مؤشرات الوضع الوبائي في بلادنا تتخذ نسقا تصاعديا يوميا مقلقا، ففي آخر تحيين لوزارة الصحة اليوم تم تسجيل حالتي وفاة و 3905 إصابة جديدة بفيروس كورونا بتاريخ الأحد السادس عشر من الشهر الحالي، كما أن عدد المرضى المقيمين بالمستشفيات والمصحات الخاصة في تزايد ملحوظ، فقد بلغ بذات التاريخ 552 حالة إيواء و 132 حالة مقيمة أقسام الإنعاش والعناية المركزة بالقطاعين العام والخاص و28 حالة تحت التنفس الاصطناعي. وضع صحي دقيق والمخرج الوحيد منه هو الإقبال على التلقيح حسب المختصين، وفي آخر معطيات رسمية لوزارة الصحة تم تطعيم 10510 أشخاص باللقاحات المضادة لفيروس كورونا بتاريخ أمس الاثنين، ليبلغ بذلك عدد الأشخاص الذين استكملوا التلقيح 6,124,275 شخصا. ومع اقتراب بلوغ الموجة الخامسة التي تعيشها بلادنا ذروتها نهاية هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع القادم، يتزايد عدد الإصابات في صفوف التلاميذ وتواصل المؤسسات التربوية غلق أبوابها يوميا أمام تفشي الفيروس في صفوف الأطفال. وللحسم النهائي في إمكانية إيقاف الدروس من عدمه، تجتمع اللجنة العلمية بوزارة الصحة اليوم لتباحث الوضع الصحي بالمؤسسات التربوية وإقرار جدوى إيقاف الدروس من عدمه في الحد من تفشي فيروس كورونا في صفوف التلاميذ.